وبالعودة إلى العلاقات المصرية الرومانية، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شريف سمير، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ شريف، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. أولى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي اليوم، وأولى أيضا كلمات البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الرئيس أعرب عن الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي مع رومانيا. سؤالي هنا عن فرص التعزيز الخاصة بهذه العلاقات، خاصة مع تنامي العلاقات وازدياد معدل الزيارات المتبادلة بين الجانبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل هذه الزيارات بتجسد حرص الرئيس فتحي السيسي على إقامة جسور التواصل مع دول شرق أوروبا، على اعتبار أن هذه العلاقات ستساهم في خلق تحالف جديد وحلف وصديق استراتيجي مهم جدا في الشرق الأوسط. اعتماد الرئيس السيسي ليس فقط على العلاقات الأساسية مع القوى المعروفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدب الروسي والنمور الآسيوية، بل هو يركز بشكل أساسي على دول شرق أوروبا والاستفادة من خبراتها على أكثر من مستوى، المستوى السياسي، علاقات سياسية بينه وبين دول شرق أوروبا في مقدمتها رومانيا والمجر، وبدأ بالمثلث بينه وبين قبرص واليونان، بالإضافة للمستوى الآخر مستوى الاقتصادي من خلال طرح استراتيجيات شاملة وتعزيز العلاقات الثنائية والتجارية بين مصر ودول شرق أوروبا، والمستوى الثالث الاستفادة من الجنسيات الأجنبية هنا في دعم السياحة بحيث يكون رافد مهم جدا من روافد التنمية الاقتصادية في مصر. طيب أستاذ شريف، الملفات أو ملفات الاهتمام بين الجانبين يبدو أنها كانت واضحة في هذا المؤتمر الصحفي، كان الحديث إلى حد كبير عن الهجرة غير الشرعية، ملفات الاقتصاد، ملفات التعاون الثنائي، قضايا الإقليم، مكافحة الإرهاب. هل يمكن هنا أن نصف هذه الملفات بشكل أو بآخر أو بعلاقات ذات ملفات واضحة؟ في حقيقة الأمر يمكن أن أستاذ شريف، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ شريف سمير، نائب رئيس تحرير الأهرام، الذي كان بدوره يحدثنا أو عاد إلينا من جديد. الأستاذ شريف سمير، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ شريف، يعني بجدد تحية لحضرتك وسعيدة على حضرتك. سؤالي، كنت أتحدث عن العلاقات بين مصر ورومانيا، هل يمكن وصف الملفات التي تجمع البلدين بالملفات الواضحة بشكل أو بآخر؟ هناك بعض الملفات التي يمكن تمثل أهمية بالنسبة للجانبين، بمقدمتها فعلا ملف الهجرة غير الشرعية، خصوصا وأن موقف رومانيا كان من المواقف المعارضة لتدفق آلاف وملايين اللاجئين عبر البحر المتوسط، وأعتقد أن هناك نوع من أنواع التفاهم أو محاولة تقريب وجهات النظر بين مصر وبين رومانيا فيما يتعلق بهذا الملف. وملف أيضا الإرهاب، لأن أوروبا في مرمى الإرهاب منذ شهور طويلة، واعتقد ان هذا ايضا ممكن ان تنقل مصر الى رومانيا تجربتها في محاربه الارهاب بمفردها لمده 40 شهرا. اما ما يتعلق بالملفات الاقليميه او ملفات الشرق الاوسط، اعتقد انها ستحتل جزءا ضئيلا جدا من المباحثات بين بوخارست والقاهره، على اعتبار ان رومانيا ليس لها تاثير قوي او ملحوظ فيما يتعلق بهذه الازمات، وان العلاقات الثنائيه بين مصر ورومانيا هي الاساس في اي نقاش او مفاوضات بين الجانبين. طيب أستاذ شريف، بما أن حضرتك تطرقت لملف مكافحة الإرهاب، يمكن مصر كان لها وصف واضح لهذا الملف ولها رؤية واضحة فيما يتعلق بهذا الملف، أن تنقل مصر لدولة أوروبية مثل رومانيا هذه الرؤية تجاه هذا الملف وهذه الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حتى يمكن حضرتك تحدثت عن أن مصر حاربت الإرهاب لمدة 40 شهرا بمفردها، إلى أي مدى سينعكس ذلك على دول أوروبية أخرى بالتبعية؟ قد تكون رومانيا جسرا للتواصل بين مصر وبقية دول شرق أوروبا، وقد تكون هي البوابة، لأن رومانيا من الدول المؤثرة جدا في هذه المنطقة، بالإضافة أن مثل هذه المباحثات أو هذا التطرق إلى ملف مكافحة الإرهاب من واقع نجاح التجربة المصرية يمكن أن يبعث الثقة والطمأنينة في أي نشاط تجاري بين الجانبين، ويدفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى الذهاب والمبادرة بأن تضخ أموالها ومليارتها في الاقتصاد المصري. أي مباحثات أو أي مفاوضات أو أي زيارات مكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأي دولة في العالم
النشاط الاقتصادي والبعد الاقتصادي يمثل المحور الأول والرئيسي في أي علاقات متبادلة أو أي نقاش من أي نوع. طيب أستاذ شريفي، مصر لها مبادئ ثابتة، مبادئ مشتركة، وهي مبادئ قائمة بشكل أو بآخر على احترام القانون الدولي، تطبيق مبادئ حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إلى أي مدى هذه المبادئ تعطي لمصر أيضا أولوية في يعني حينما تنظر أي من الدول الأوروبية لإيجاد شراكة، إيجاد شريك لها في الشرق الأوسط، إيجاد بوابة لها في إفريقيا، إيجاد مدخلا إلى القارة الإفريقية تجده في مصر؟ الحقيقة سؤال حضرتك منتهى الأهمية، لأن مصر بتنطلق في أي زيارات أو في أي مؤتمرات صحفية أو مباحثات بين الدول مع الدول الأخرى من سمعتها الدولية وتاريخها وثقلها الإقليمي، وهي تنظر إلى مثل هذه الاعتبارات عندما تتفاوض أو أنها تفتح أي نوع من أنواع التفاهم أو الاتفاقيات بينها وبين دول أخرى. مصر حريصة جدا أنها تبعث برسالة مهمة إلى العالم أنها منفتحة على كل التيارات ومنفتحة على كل الدول وكل الأقطاب، وبالتالي مصر من خلال مباحثاتها مع رومانيا تحاول بقدر الإمكان أن تبعث برسالة أنها قادرة على بناء شراكات شاملة وشراكات متسعة مع كل الدول، وفي نفس الوقت هي حريصة بالدرجة الأولى على أن يكون هناك استيعاب للآخر، أن يكون هناك احترام للقانون الدولي، أن يكون هناك استيعاب لملف الهجرة غير الشرعية من خلال دمج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية وليس في لفظهم أو طردهم، لأن مصر لها تجربة سباقة في هذا الإطار واستطاعت أن تستوعب آلاف المهاجرين، وهي تضرب المثل أيضا بالنموذج الألماني أثناء فترة ولاية المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. نعم. فأنا أعتقد أن مصر عندها سي في محترم جدا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب، ومن خلال هذين الملفين يمكن أن تقنع الدول الأوروبية ودول شرق أوروبا تحديدا بالتعاون المثمر بينها وبينهم في كل هذه الملفات، مش بس ملف الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب. طيب خليني أقول لحضرتك جانب من كلمة الرئيس الروماني اليوم في المؤتمر الصحفي، تحدث عن أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دور محوري لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وفي إفريقيا. سؤالي لحضرتك أستاذ شريف، إذا كانت هذه الصورة التي ربما أرستها مصر أو بعثت بها مصر لدولة أوروبية، أين تطمح مصر أن تكون في السنوات المقبلة؟ مصر تطمح إلى أن تكون لها تأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي، وتسعى أيضا أن هي مثلما تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي في 2019 وتسببت في نقلة نوعية وطفرة في العلاقات بين دول القارة الصماء فيما بينها وبين العالم الخارجي، فهي تطمح أيضا أن يكون لها دور وتأثير في الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأنه يعاني من حالات التصدع الداخلي في الشهور الأخيرة بعد مشروعات البريكست المتلاحقة التي فجرتها الآلة البريطانية. فأنا أعتقد أن مصر تطمح إلى أن يكون لها تأثير ويكون لها علاقات نوعية بدول الاتحاد الأوروبي كنوع من أنواع التوازن الدولي بين علاقات مصر وبين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، حتى لا نعيش دائما في دولة أو في عالم القطب الأوحد، لابد أن احنا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، ومصر لابد أن تكون ترس في هذه العجلة. طيب أستاذ شريف، أخيرا يمكن حضرتك استخدمت أن من الممكن أن تكون رومانيا خاصة وهي دولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي هي بوابة مصر إلى دول أوروبا ويعني التبادل التجاري بين مختلف الدول الأوروبية. الجميع يعلم أن مصر هي بوابة إفريقيا لكل بلدان العالم، مصر لها رؤية واضحة حيال إفريقيا والملفات والقضايا الإفريقية. أن يذكر الرئيس اليوم إفريقيا، أن يتحدث الرئيس الروماني عن أن مصر هي المؤثر في إفريقيا بشكل أو بآخر وهي ركيزة الاستقرار فيما يتعلق بالقضايا الإفريقية، هل هنا اتضحت الرؤية حيال هذه القضايا الإفريقية؟ هل الآن مصر تجني ثمار ما تم زرعه فيما يتعلق بالقضايا الإفريقية؟ إلى حد كبير يا فندم، لأن مصر هذا التصريح من الجانب الروماني دلالة على أن مصر هي حلقة الوصل بين إفريقيا وبين دول شرق أوروبا، وهذا يعني أن رومانيا من الدول التي بدأت تتجه بصلتها نحو القارة السمراء والاستفادة من مواردها، أو
بناء علاقات او بروتوكولات تعاون بينها وبين القاره السمراء، وهذا لا يمكن ان يتم الا من خلال دوله لها ثقل مصر ولها تاريخها في قياده القاره الافريقيه. واعتقد ان ده نتاج وثمار لقياده مصر ورئاستها للاتحاد الافريقي منذ عامين. واعتقد انها ستبقى دي مقدمه لاشكال اخرى من اشكال التعاون بين دول شرق اوروبا وبين مصر من ناحيه وبين القاره السمراء، بحيث ان مصر تكون وسيط لهذه التعاملات ويصب في مصلحه مصر بشكل او باخر في خطه الاصلاح الاقتصادي بتاعها. نعم، الاستاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير الاهرام، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات والمعلومات.